كما تعودتم في هذه الجامعة، لا إيديولوجيا للتقوقع أو التعصب، كونوا منفتحين على العالم وستجدون دائما هناك فرصة للتعايش وهناك فرصة للتفاعل. MUBS a démontré un attachement acharné à ses principes. من أفكار رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور حاتم عليمي ورؤياه إيقاع شعري مفعم بالشغف للعلم والإبداع والعطاء. للعلم في مهب العطاء رجاله، وللتربية في مصاف النشأ مكارم. لجامعتنا حمل الرجال مشاعل تضيء درب النجاح والشوق معالم. حمل الأمانة لمجلس وعد تقى، نبض الريادة في الحقل مواسم. حيوا معي في الحفل طليعة لطالب العلم رحب الديار ومعاجم. يا طالبا للعلم في الكون غليل عطش، إليك من يراعي أحلى الكلام إبحارا. وفي دنيا التحدي لا يكفيك حبرا، إليك الفؤاد يرويك حبا وإكبارا. إليك مع الأهلين من خالق بركة، فأنت لليل بدره وللفجر أنوارا. لجامعتك من مآق عيون العطاء درته، للفكر ينبوعه نبض للشباب أفكارا. امضي في رحاب الرحلة هادفا، توج الدرب بإبداع من العزم مدرارا. لا حدود للعلم، لا حدود للعلم ولا عوائق أمام إدارة النجاح. العولمة في MUBS تجذر للمعاني وتألق في دنيا التحدي، هو التزاوج بين الأصالة وجسور العبور إلى الجودة العالمية الإنسانية. روح الرحلة والعولمة سفينتها،
وجسر التواصل مع الجودة البريطانية يتراءى لوحات في التحصيل والبحث والتقدم. من المملكة البريطانية، من نبض جامعة كارديف متروبوليتان إلى MUBS، مسارات للتعليم والعمل والريادة والإبداع. مع الدفعة الرابعة من خريجي الأكاديمية البريطانية في لبنان BAL. Dorime, interino ad appare dorime, ameno, ameno, latiremo, dorime, ameno, o mandare in meravi, ameno, dimere, dimere, matiro, matire. مباراة النجاح اللاعبون كثر وقلة هم الفائزون في جولة التحدي الأخير. للفوز في MUBS نكهة خاصة، وللنجاح إيقاع وشغف. التغيير خيار والانتصار قدر. دفعة العام 2017 عنوان جديد على مسرح الحياة، حكاية للأمل والفرح والعطاء. إنه الانتصار المتجسد إيماناً بالذات وروح الإيمان، وإمعاناً في خدمة الوطن الإنسان، وإطلاقاً لمبادرة التطوير مع طلاب البرنامج اللبناني في MUBS.
النشيد الوطني. أسعد الله مساءكم وكل أوقاتكم. مع سرب جديد في نسم أيلول، حكاية جديدة من حكايا الفرح المسكونة بوهج الحياة ورياح الشراع. وسعدنا اليوم يزدان برعاية سعيدة عربون سعد لمستقبل شباب لبنان. فأهلا بكم في كنف الرعاية وشغف النجاح وألق التجدد مع محطة جديدة في رحلة MUBS التي عودتنا أن تعتلي دروب الحداثة مستنيرة بجوهر الأصالة المترسخ في العقل المتحفز للعطاء والتطور. دولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد الحريري راعي حفلنا اليوم، يمثله الدكتور داوود الصايغ. تيمور بيك جنبلاط يمثله الدكتور ناصر زيدان. سماحة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز يمثله الشيخ فاضل سليم. سعادة النائب أنور الخليل ممثلا بالأستاذ حسام أبو شقرة. معالي الأمير طلال أرسلان يمثله الأستاذ محمد المهتار. سعادة اللورد أليكس كارليل. سعادة النائب علي عصيران. حضرة الدكتور سمير جعجع يمثله الأستاذ بول عراو. سعادة النائب سامي الجميل يمثله الأستاذ جورج قزي. حضرة اللواء إبراهيم بصبوص. حضرة قائد الجيش اللبناني يمثله العقيد الطيار موسى نداف. حضرة مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان يمثله العقيد حسين عبد الله. ممثل حزب الله عبد الله زيعور. سعادة مدير عام وزارة المهجرين الأستاذ أحمد محمود. حضرة نائب رئيس جامعة كارديف متروبوليتان البروفيسور محمد لطفي. العقيد حسين صعب مكتب أمن الشوف. حضرة العميد وليد جوهر. السادة الرؤساء وممثلي المؤسسات التربوية. السادة الرؤساء وممثل المجالس البلدية. السادة أعضاء المجلس الاستشاري للشبكة الجامعية للرعاية في MUBS. الدكتور حاتم علامي رئيس مجلس الأمناء وأعضاء المجلس. الدكتور سهيل مطر ممثل جامعة NDU. الطالبات والطلاب الأهل الكرام، قبل بدء حفلنا جولة في آفاق MUBS، الرؤية والاتجاهات، فيلم من إعداد المخرج أشرف مطاوع. Thank you.
القلق المعرفي هو عصب الحياة الإنسانية. عصر التكنولوجيا عطى أبعاد جديدة لهذه العملية. هذه المرحلة عنوانها الانفجار الهائل وانفتاح الحضارات على بعض البعض. الجامعة فخورة بأن انطلقت من هذه البوتقة اللبنانية وانفتحت على العالم. هذا دائما كان عم يتجسد بنوع من العقل المنفتح والبحث عن الأفضل. أي مؤسسة تحتاج إلى فترة زمنية لكي تأخذ هويتها. يوم MUBS ما كان في عندها هذه الهوية من 10 سنوات. إذا أخذنا موضوع الجامعة بمعناها كمكان لإكمال الشهادة فهي مجرد يعني فترة من الزمن بعيش الطالب بدون نتيجة، ولكن إذا أخذناها كمحرك للتغيير وكبناء شخصية وصنع شخصية ومنحة جديد بحياته، فإذا نحن عم نحكي عن بصمة بالتغيير. ما بدي أقول أنه نحن فينا نغير، نحن فينا نترك بصمة بمحل معين. نطمح بالجامعة تحقق قسم من هذا الطموح، وما زال أمامنا الكثير لكي يصنع الطالب دائما الوظيفي لا يبحث عن وظيفة. عشان هيك التركيز على مبادئ الريادة بالتعليم لكي يتعود الطالب على صنع مثل هذه الفرصة وعلى العمل كقائد مع فريق لكي ينجح، لأنه هذا اليوم نمط النجاح على الصعيد العالمي. جامعة مثل جامعتنا دائما منحازة إلى خط خدمة المجتمع، يعني في غلبة بهذا التوجه. هذه الغلبة كانت عبارة صحيح عن قلق وهم معرفي وهم تعليمي وهم بحثي لمرحلة معينة، ثم تحولت إلى دافع ومحرك. هناك مبادرة نوعية اللي هي شبكة الصحة والرعاية على المستوى الوطني، بدأت بالسمطانية، بالقريب العاجل راح تكون بجل الديب، ببيروت، بسبيرس، بعلي، وأيضا طموحنا أن تكون في مناطق أخرى. علينا مسؤولية أنه نحن فعلا يعني نستجيب لحاجة هؤلاء الطلاب بهذه المناطق لإعطائهم فرصة. يجب أن يتوجه منطق الدعم لمؤسسات التعليم العالي باتجاه جديد، يعني باتجاه دائما المشاركة مع الجامعة من قبل القطاع الخاص أو فعاليات المجتمع لتوسيع مدى الخدمة للمجتمع. يعني إذا أشخاص بدهم يقدموا دعم للجامعة فمن باب أولى أن يكون هذا الدعم لإقامة مرفق جديد يخدم المجتمع وليس لصندوق الجامعة. هذا أمر ساعتها بيؤدي إلى توسيع مدى دور الجامعة، بيعطيها قدرة على الحركة وبيخضعها لامتحان أهلية وجدارة، والمجتمع بيصير شريك لهذه الجامعة بصنع المستقبل، والطالب ساعتها يتمتع بالأهلية والرعاية لحتى هو يفجر مواهبه وإمكانياته. العالم يجري دائما بحثا عن الاكتشافات الجديدة، لا ضمانة للبنان إلا من خلال التربية والتعليم.
مكتب الشباب والرياضة في حركة أمل ممثلا بالسيد محمد عيسى. نستمع على التوالي لكلمة خريج شهادة الماجستير المشترك مع جامعة باكار دي جول فيرن الفرنسية، يلقيها الطالب جورج الأسد. كلمة خريجي أم يو بي أس تلقيها الطالبة لورا عجب، اختصاص قياس النظر وعلوم البصريات. كلمة خريجي الشهادة المشتركة مع جامعة كارديف متروبوليتان البريطانية تلقيها الطالبة داليا ضو. Excellences, Mesdames et Messieurs, bonsoir. Depuis sa fondation, MUBS a démontré un attachement acharné à ses principes, lesquels reposent sur trois prémices: un enseignement supérieur de qualité, une éducation abordable aux jeunes du Liban et des valeurs axées sur l'excellence. MUBS a même établi des coopérations fructueuses avec des universités de renommée mondiale en Grande-Bretagne et en France. De sa part, l'université Picardie-Jules Verne, qui se présente pour une université de territoire ouverte sur le monde, accueille plus de 30 000 étudiants chaque année et développe des formations professionnalisantes pleinement reconnues sur le marché du travail. En outre, ces partenariats s'étendent sur la scène internationale. À notre honorable Assemblée, nous offrons une explication brève de ce que le prestigieux Master en organisation de la Net Economy, MON, a fini de nous munir en connaissances, en savoir et en compétences. En premier lieu, le programme nous a ouvert des perspectives larges de pensée macro, et ce, à l'échelle mondiale. S'y est ajouté un éclairage sur l'importance du concept de système comme outil de l'analyse complexe des économies. À l'appui sont venues des études de cas internationaux sur les questions fondamentales qui concernent le contrôle de direction et le management interculturel, avec une bonne appréciation de l'adage qui dit « Think globally, act locally ». Ces études de cas nous ont aussi permis d'analyser les compétences managériales requises dans le changement organisationnel et dans le marketing international. En nous exposant aux nouvelles plateformes de communication MPC et aux nouvelles techniques d'information et de communication NTIC, ces études nous ont vraiment transposé dans l'âge numérique. En plus, des cours en stratégie et en réalisation e-marketing nous ont préparés à concevoir et à exécuter des projets de commerce électronique, dit d'infomédiation, avec une approche holistique et réelle. En tout, notre master MON nous a fourni un formidable bagage intellectuel, technique et managérial. Ceci dit, nous exprimons un grand merci à MUBS et à l'Université Picardie-Jules Verne et surtout à nos professeurs libanais et français qui furent tous de stature distinguée et inspiratrice. Merci aussi à votre attention et bonsoir. مساء الخير أيها الحضور الكريم. ها هو اليوم الذي طال انتظاره قد حل أخيرا. ها هي ثمرة النجاح تقطف بعد سنوات من الكد والتعب. ها هو جهد الأساتذة الأفاضل يزهر دفعة من الخريجين الذين يفتخر بهم أينما حلوا. نعم، إنها الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم تثبت عاما بعد عام أن التميز ليس وليد صدفة، فالعمل الدؤوب هو مفتاح النجاح.
طوال الفصول الدراسية أمضينا أمتع اللحظات في كنف جامعة احتضنتنا كأبنائها، لم تبخل علينا يوما بنخبة من ألمع الأساتذة المجازين من ذوي الكفاءة والمنهج العلمي المشرف عليه من قبل جامعة كارديف البريطانية، إضافة إلى المواكبة المتجددة لأحدث التقنيات والتجهيزات المختصة. اسمحوا لي أن أقدم جزيل الشكر والامتنان للدكاترة والأساتذة الأفاضل والإدارة الكريمة في MUBS وكل من ساهم في اعتلائنا المنبر اليوم ونحن مرفوعي الرأس. والشكر الأكبر للأمهات والآباء على تضحياتهم، فالبريق الذي يلمع في أعينكن اليوم فرحا يستحق هذا النجاح. وأخيرا أقول، اليوم هو مجرد بداية للحلم وليس نهاية. طوقنا للمعرفة لا يعرف حدودا، وإصرارنا على النجاح لا حاجز يقف عنده. من عبر هذا المنبر باسمي وباسم زملائي نعدكم بأن صدى إنجازاتنا سيدوي أينما حللنا، وراية التميز سترفرف عاليا فوق اسم الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم. فنحن جيل المستقبل، نحن طلاب MUBS، وشكرا لكم. Good afternoon, honorable guests, ladies and gentlemen, fellow graduates. Our presence here today among you is a reward and an honor. Actually, it's one of the most wonderful moments in our lives. I'm sure many of you have the same feeling. The road and the quest for acquiring this degree was quite challenging, but the sheer belief in a brilliant future and the possibilities of reaching higher places with the persistence to be a better person nudged us all forward to work harder and to purposely keep walking forward to carry Mandela's powerful weapon, a shining torch of knowledge and wisdom. Dear guests, remember what Nelson Mandela said, that education is the most powerful weapon which you can use to change the world. On behalf of my fellow graduates, I would like to express my very profound gratitude to the Faculty of Modern University for Business and Science in Lebanon, MUBS, for enabling us as Lebanese students to trust in ourselves and believe that we can change and enhance our lives and achieve such a prestigious status through the British Academy and Cardiff Metropolitan University. Now, we carry the will and way to positively change our thoughts, our lives, our self-leadership, and accordingly change our country to be the Lebanon that we deserve and we dream about. Much more, I wish to express our sincere gratitude to the BAL instructors who patiently guided us towards achieving our goals and who, as role models, inspired us that knowledge grows abundantly and multiplies exponentially only when we share it. Finally, our profound thanks go to our families who provided us with continuous encouragement and support. All that wouldn't have been accomplished without the support of our loved ones. Thank you. إنه من جديد على مسرح التخرج. إنه من جديد على مسرح التخرج لأنه كان وسيبقى حلقة ذهبية في دائرة العلم والتواصل والعطاء. من عائلة كريمة في جمهورية مصر، حمل الفتى حلمه ليسطر في المملكة البريطانية نجاحات مميزة أدت إلى تبوئه منصب نائب رئيس جامعة كارديف متروبوليتان، وإلى تموضعه في أهم المحافل الأكاديمية العلمية الدولية، محققا نجاحا مميزا في تطوير شبكة من العلاقات، ومنها العلاقة بين جامعة كارديف متروبوليتان وجامعة MUBS.
البروفيسور محمد لطفي. His Excellency the Prime Minister of Lebanon, Mr. Saad al-Hariri, represented by Dr. Dawood Al Sayegh. Professor Hatem Alama, the Chairman of the Board of Trustees of MUBS, and our special guest from Wales today, Lord Alex Carlile of Beirut. Honorable guests, graduates of Cardiff Metropolitan University, colleagues, families, and friends, ladies and gentlemen. I'm thrilled to be here today with you all for this wonderful event. I start by offering my warmest congratulations to today's graduates, and those in particular graduating with a qualification from my own university, Cardiff Metropolitan University, and MUBS. We at Cardiff Metropolitan are very proud of your success, as are, I'm sure, your families and friends. Receiving your degree award today is one of the great days of your life, and the result of a number of years of hard work and dedication to your studies. All of my colleagues at Cardiff Metropolitan University join me in celebrating your success and wish you a happy and prosperous future. My message to the successful students today is one of thanks. Thank you for choosing our university. Thank you for your positive attitude towards your studies. And thank you for giving us the chance to share with you your success and celebrations today. We look forward with pride and eager anticipation to watching and supporting you personal adventure in the years to come. The formation of a credible and a sustainable strategic partnership in the UK and overseas is an important aspect of Cardiff Metropolitan University's internationalization strategy. And the delivery of the university program through our partners offers students a truly international experience with opportunities to study Cardiff Metropolitan University degrees in a range of locations across the world. This shared global experience with friendship and experiences that stretched across the world makes a greater contribution to global understanding, prosperity, and peace. Our ongoing collaboration with MUBS has resulted in a very special partnership, and we celebrate this today. The many dimensions of this relationship include students and staff exchange through Erasmus Plus network, in addition to two Erasmus Mundus and two Tempus projects. Over the years, many colleagues from Cardiff Metropolitan University have traveled to Beirut to support MUBS in a range of activities and to meet MUBS staff and students. Likewise, many MUBS students and staff have visited Cardiff Metropolitan University in order to attend development and training events at Cardiff Met. This two-way flow of staff and students between Cardiff and Beirut is what fuels our partnership. In October, next month, students from Beirut will travel to Cardiff to run the Cardiff Half Marathon. We will be delighted to receive them and will be cheering them on. Then, in November, Cardiff Metropolitan students will travel from Cardiff to Beirut to run the Beirut International Marathon. This is not only an impressive athletic feat, but also demonstrates the power of sports to unite and inspire people. We look forward to continuing these athletic endeavors with MUBS and the Beirut Marathon Association. Back in the UK, we have students from more than 145 countries, and for the sixth time, they ranked the university as the top in the UK for international student support in an independent international student barometer, the ISB, conducted by iGrad. In addition to this, the latest destinations of leavers of higher education survey show that Cardiff Met has achieved 95.6 employability rate, which is such a positive result for Cardiff Met. Here in Lebanon, MUBS is of course an excellent institution in every way, delivering programs and supporting students to a very high standard and equivalent to those that we have back in the UK. This means that you
as graduates of Cardiff Metropolitan University can be confident that your qualification will be highly regarded in any country across the world. I do hope that you retain happy memories of your study and that you will wish to retain contact with us by becoming a member of our alumni society. Thank you again, thank you very much, and congratulations once again to the graduating students and to my colleague at MUBS. Thank you. من شعاراته الكثيرة الكثيرة شعار يختصر الإنجازات: التغيير خيار والانتصار قدر. كلمة رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور حاتم علام. مساء الخير جميعا، وشكرا على المشاركة الكريمة بهذه الأمسية الرائعة. أنا قبل بداية كلمتي وعلى بيدر العطاء والنجاح، بهمني وباسم مجلس الأمناء أن أرحب ب عضو جديد في هذا المجلس الأستاذ غسان العريضي. الأستاذ غسان طبعا دعم مئات الطلاب في لبنان ومنهم العشرات في هذه الجامعة، فبكل فخر وسرور أقدم رب مجلس الأمناء إلى الأستاذ غسان. تفضل. مساء الخير من جديد. دولة الرئيس سعد الحريري راعي هذا الحفل ممثلا بالدكتور داوود الصايغ، أصحاب المعالي والسعادة والسيادة، وكلنا فخر بحضوركم، واعذرونا لأنه دائما في ذكر الأسماء وترتيبها والبروتوكول يحصل خلل معين، فعذرا إذا قصرنا معكم. وبطبيعة الحال المناسبة تحكي عن نفسها بدءا من هذا المسرح بتجليات النجاح والحصاد الناجم عن الجهد الذي بذل من شباب هم في ريعان العطاء. وأمامي طبعا من نستوحي من إنجازاتهم ومن حضورهم ومن تجربتهم. ما كان هذا الاحتفال ليكون لو لم يكن هذا التوافق، ولو لم يكن هذا التشابك في الأيدي بين رجال الدولة وبين القادة الحقيقيين الذين نحييهم اليوم باسم جامعة MUBS. ولا بد لنا ونحن في واحة النجاح والعطاء أن نستذكر أن المسألة تبدأ أولا بالاستقرار لكي نجني هذا العطاء. فألف تحية إلى الجيش اللبناني وكل
وكل المؤسسات الأمنية قيادة وأفرادا على هذا العطاء المستمر والمتزايد حتى الشهادة، ألف تحية. وأقول هنا أن من دواعي فخرنا وتجليات الرؤية في MUBS أنها الجامعة الوحيدة في لبنان التي استضافت قاعة شهداء الجيش اللبناني، فألف تحية لهذا الجيش ولثقته بالجامعة. الأخوات والإخوة، لن أطيل عليكم، أقلب معكم صفحات المستقبل استنادا إلى ما هو اليوم قائم في هذه القاعة بما يمثل تخريج أكثر من 500 طالب، تعذر على البعض منهم المشاركة في هذا التخرج. أهنئهم على النجاح، أهنئ الأهالي وهم يروون بقطر العرق وجبين المحبة الأيام والليالي التي سهرها هؤلاء الطلاب. نقلب الصفحات لنستعرض معكم التحديات التي يعيشها لبنان والتي يواجهها التعليم العالي. هناك أولا التعاطي مع التحديات السياسية الأمنية، وهي مسألة تتعلق بتطلعات الشباب إلى قيام الدولة، إلى نهضة الدولة، إلى قيام مؤسسات ترعى أحلامهم وتفسح لهم المجال في تحقيق إبداعاتهم وإنتاجهم في هذا البلد وليس في بلدان الاغتراب. وهذا الأمر نتطلع من خلاله إلى القادة الكبار، إلى العهد الجديد، إلى راعي حفلنا اليوم، وإلى كل القيادات لكي يبذلوا كل ما بجهدهم من أجل هؤلاء الشباب وبقائهم في لبنان. الأمر يتطلب طبعا بناء مؤسسات الدولة وتحقيق الدولة العادلة القادرة وتحقيق التنمية المتوازنة في كل المناطق اللبنانية. في التحديات الاقتصادية تأتي الجامعات كمحرك للتنمية المستدامة، وهنا تجليات عدة على محور العلاقة بين هذه الجامعة والمجتمع، بين هذه الجامعة والبرامج التي تؤدي إلى خلق الكفاءات الضرورية في كل مرحلة من المراحل، وإلى تطوير العلاقة والشراكة بين التعليم الجامعي والقطاع الخاص، وإلى خلق مجالات للريادة. اللبناني مبدع نتاجاً لحضارته وانفتاحه، ولكن يبقى على الدولة ويبقى على المجتمع أن تكرم هذا الشاب، هذا الطالب، هذا الخريج في قمة عطائه، وليس أن نردد تكريما له في بلاد الاغتراب. لذلك فإننا هنا بصدد الحديث عن النهج الذي تسلكه MUBS في تطوير برامجها بما يتلائم مع تعزيز هذه الشراكة وبما يتناسب مع تطوير الريادة في التعليم. على الصعيد الاجتماعي الثقافي، عند هذه الحلقة تبدأ تحديات من نوع جديد، خاصة إزاء ما نواجهه اليوم، إذ أن المسألة الأساسية التي تربط بين تجليات هذه التحديات في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية تمثلت مؤخرا في موضوع الإرهاب والمواجهة معه. ونقول أن مواجهة هذا الإرهاب إنما هي مسألة استراتيجية تتعلق بتنمية المجتمع اجتماعيا وثقافيا بعد تأمين مقومات سياسية اقتصادية مناسبة. وهنا لابد أن نجدد تأكيدنا على تطلعات ورؤية MUBS، هذا التنوع، هذا الانفتاح، هذا الحوار الذي يكمل رؤية رجال الدولة والذي يكمل العلوم الحديثة من حيث فهم الآخر، قبول الآخر، والتعاطي معه بدون تعصب، وفي ذلك تجليات لمسألة شديدة التعقيد نتاج اختلالات تاريخية ونتاج إيديولوجية. وأنا أقول هنا لخريجينا، كما تعودتم في هذه الجامعة
لا ايديولوجيا للتقوقع او التعصب، كونوا منفتحين على العالم وستجدون دائما هناك فرصة للتعايش وهناك فرصة للتفاعل. في الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم نحاول جاهدين كما ذكرنا أن نترك بصمة للتغيير. هذه البصمة تبدأ من خلال فهم الواقع الذي نعيش فيه، فهم الواقع السياسي والاقتصادي. نحاول جاهدين أن نسعى إلى تخفيف العبء عن كاهل الأهالي، ونأمل هنا وفي هذه المناسبة بالذات أن نكون قد قدمنا قسطا بسيطا من هذا الدعم للأهالي. حاولت الجامعة جاهدة أن تطور حياتها ومسيرتها بالرغم من الموارد المحدودة، وبالرغم من ذلك قدمنا حوالي 3,500,000 دولار أمريكي كمنح في الفترة الأخيرة، ونحن مستعدون أيضا لتقديم المزيد، لا مشكلة في ذلك، متطلعين إلى مواجهة مع كل التحديات من أجل خيركم وخير المجتمع. أحاول أن أتشارك معكم في هذه العجالة التحديات أيضا التي يعيشها التعليم العالي، ومعنا هنا الصديق العزيز سيد سهيل مطر. فهذه التحديات تنعكس على التعليم العالي في نوع من الصراع لخلق معادلة جديدة. هناك محاولات لتنظيم وتطوير هذا التعليم، ولكن يبقى أن المسألة في غياب استراتيجية واضحة، هناك نقص كبير في طريقة توجيه هذا التعليم ليكون فعلا عند حجم المسؤولية الملقاة على مؤسساته. ولا بد هنا أن نتوقف عند مسألة التشريعات والقوانين والنظم، وأيضا استكمالا لها مسألة التطبيق. هناك تجاوزات في التعليم العالي نأمل أن يوضع حد لها. هناك محاولات للتمويه بين هذه الجامعة أو تلك، وبين هذه المؤسسة أو تلك. هناك تجاوزات، هناك استخفاف بالمستوى، هناك متاجرة. لذلك نأمل أن يكون القيمون على التعليم العالي بصدد مزيد من الضبط ومزيد من الانتباه، مع تأكيد على التوازن بين الإبقاء على حرية التعليم والنموذج اللبناني الخاص، وبين عملية الجودة في التعليم العالي. بطبيعة الحال أمامنا تحديات على صعيد MUBS، منها تعزيز أوليات النمط اللي سلكناه في مسألة العولمة والشراكات الدولية، وفي مقدمة طبعا الشراكة مع جامعة كارديف متروبوليتن، ممثل اليوم بصديق البروفيسور محمد لطفي، وممثل أيضا بدفعة جديدة من الخريجين في البرنامج المشترك، برنامج الشراكة مع جامعة كارديف متروبوليتن، وأيضا البرنامج المشترك مع جامعة بيكاردي جيل فيرن في أميان، وهي نتاج لعمل مشترك يشكل تحدي على الصعيد العالمي. أيضا أنجزت الجامعة الترتيبات التنظيمية لاستيعاب حركة التطور الجديدة، ونحن ماضون في هذا الشأن تعزيزا لمبدأ الجودة الذي نؤمن فيه. هذه التحديات بطبيعة الحال تلقى اليوم على عاتق دفعة جديدة. هذا الفرح الذي يختلط بنبض جديد وتأهب جديد لحياة جديدة تبدأ غدا مع هؤلاء الخريجين الأعزاء. المسألة تتعلق، هناك مرحلة هي مرحلة تحديد الشخصية. لقد استمعتم خلال 20-25-30 سنة إلى إرشادات وتوجيهات ومحاضرات وتعليمات، وحان الوقت الآن لاتخاذ القرار. باختصار، لا سبيل إلى التعاطي مع متطلبات الحياة إلا بالقول كونوا أنفسكم واتركوا
لشخصكم ولفعاليتكم وديناميتكم أن تهديكم إلى الصواب. كونوا أنتم واستمعوا بالطبع إلى صوت العقل. اليوم التهديدات كثيرة نتاج التطور التكنولوجي، وهذا أمر إما أن يكون ذو وجه إيجابي أو ذو وجه سلبي. MUBS كما عودتكم بطبيعتها هي مبادرة انطلقت من كنف المجتمع المدني لكي تحقق رغبة آلاف الشباب ليتعلموا في جامعة قيادية. نأمل أن نكون قد حققنا جزءا من هذا الطموح، فأهنئكم، أتمنى لكم التوفيق في نجاحكم، ستكونوا دائما موضع فخر لMUBS. ألف مبروك. Ladies and gentlemen, excuse me, I'd like to welcome Lord Alex, and we're proud about the relation with the UK, and welcome, waiting to your speech, please. مستشار ملكة بريطانيا للشؤون القانونية سعادة اللورد أليكس كارليل. Ladies and gentlemen, distinguished guests, your excellencies, thank you for doing me the honor of allowing me to come to this great ceremony this evening. Like Cardiff Metropolitan University, I come from Wales. So I think I will say something in the language of Wales to the new graduates. Mae hi'n plesur mawr bod yma heno, a longyfarchiadau I chi. It's a great pleasure to be here tonight, and congratulations to you all. The other thing I wanted to say to the new graduates is, you have graduated here in this great city of Beirut, and also by association in the great city of Cardiff. But actually what you are doing today sends you out into the world at large. So please use your degrees to become leading citizens of the world, a world that includes Lebanon and includes the United Kingdom and everything in between and either side. As we say in the United Kingdom, the world is now your oyster. Please enjoy the food that it offers. إذا كانت الجامعة مرآة لحكايا السلم والاستقرار والقدرة على النهوض، فإن خير صورة نقدمها لطلابنا لهذا العام لوحة من تجليات الرؤية والعطاء والشجاعة وصوابية القرار في مواجهة المحن. لرياح السلام موعد، ولفرسان الحق في ساحة التضحية انتظار وعهد. إلى من أعطى الوطن في زمن السلم تيجانا للعلم والإبداع، ومن انتظره اللبنانيون ليمسك بآمالهم بحثا عن الانتصار على الإرهاب، فكان الصوت المعتدل وكانت شجاعة الموقف الأقرب إلى آمال الشباب وأحلامهم. الرئيس سعد رفيق الحريري، تفخر الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم برعايتكم وانحيازكم الدائم إلى دعم التعليم والتفاعل مع تطلعات الشباب، فألف شكر لكم. كلمة دولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد الحريري راعي هذا الاحتفال، يلقيها ممثله الدكتور داوود الصايغ. (تصفيق)
أصحاب المعالي والسعادة أيها الحفل الكريم كنت وعندما نشاهد دخول الطلاب المتخرجون أتساءل مع جيراني الأعزاء ترى كم طالب وطالبة من هؤلاء المتخرجين يفكرون اليوم بالسفر إلى الخارج وقد عبر عن رأيي تماماً حضرة رئيس مجلس الأمناء على وجوب ربط التعليم الجامعي والتخرج الجامعي بسوق العمل بدون هذا الربط وهذه السياسة الاستراتيجية لا مستقبل للتعليم الجامعي في لبنان اليوم بوجود 47 جامعة هل نحن نساهم في تخريج متخرجين عاطلين عن العمل؟ هل نحن نخرج طلاباً لاختصاصات تقليدية لم تعد تلبي حاجة المجتمع وحاجة سوق العمل؟ هنالك اختصاصات وحضرة مجلس الأمناء والأساتذة يعرفون هي الاختصاصات التقنية التي رفعت مستوى المجتمعات في دول الغرب وبخاصة في ألمانيا وفي سويسرا ومنذ مدة جاءنا إلى لبنان وزير التعليم العالي في سويسرا وقال إن عنده 7 أولاد 5 منهم تخرجوا في التقني واثنان في التخرج التقليدي وهو يفتخر بهؤلاء التقنيون نحن في لبنان ما زلنا وهذه مسؤولية الأهل الكرام نوجه طلابنا إلى اختصاصات مثل الحقوق والعلوم السياسية والأداب هنالك تخمة حتى في الطب هنالك تخمة حتى في الصيدلة هنالك تخمة حتى في طب الأسنان إلى ماذا نستمر في تخريج طلاب لا مجال للعمل لهم إن بسبب الكثافة والمنافسة وإن بسبب عدم ربط متخرجينا بسوق العمل وما يحدث في العالم اليوم الذي أصبح قرية كونية إني في هذه العجالة وقد طلب مني أن أتحدث باسم دولة الرئيس لا يسعني سوى أن أهنئ الطلاب المتخرجين وأتمنى لهذه الجامعة الحديثة أن تبقى بعهدة مجلس الأمناء لأن مجلس الأمناء مؤتمن على هذا المستقبل وأتمنى لرئيسه ولأعضائه وخاصة لعضوه الجديد الأستاذ غسان التوفيق والنجاح وشكرا نصل الآن إلى توزيع الشهادات على الخريجين يتلو أسماءهم العمداء ورؤساء الأقسام بداية مع دكتور سامر حمزة عن كلية إدارة الأعمال وقسم الشهادات المشتركة مع جامعة بيكاردي جيلفاد في فرنسا ومع جامعة كارديف متروبوليتان في بريطانيا دكتور لطيفة عطية والآنسة ميرنا كرداب عن كلية إدارة الأعمال دكتور علاء الدين رمضان والمهندسة ريما عمار عن قسمي الكمبيوتر والتصميم الجرافيكي في كلية العلوم التطبيقية دكتور نسرين علوان عن كلية العلوم الصحية دكتور رانيا منصور عن قسم العمل الاجتماعي ودكتور رشا الخنسة والسيدة حنين إبراهيم عن قسم التربية Good evening, ladies and gentlemen. It gives me great pleasure to present to you this year's graduate on our different programs. Congratulations, your efforts are finally recognized. We will start today's commencement with the graduate on the Common Master's Program with Université Picardie-Jules Verne in France.
خريجي ماجستير البرنامج المشترك مع جامعة بيكاردي في فرنسا. جورج ألبير الأسد، حسن محمد علامي، شيرين جول جمال الدين، غيدة محمد حسين، ميرا ياسر أبو خزام، ميساء علي جمول، نتالي نبيل سلام، هادي متعب الدنف، ياسمين عصام الصعيدي، والآن نبقى مع خريجي ماجستير إدارة الأعمال. إيمان راجل القعسماني، جنى صلاح محمود، سارة غازي زهر الدين، سلطانة قاسم تيرك، سوزان زياد صالحة، هلا شفيق يحيى، هنادي صلاح حمدان، هيلدا حسن نرش، والآن مع خريجي ماجستير علوم الكمبيوتر إليانور هيثم الترك، دارين مصطفى سانتينا، جاب الياس سلوم، والآن مع أسماء الخريجين لمستوى شهادة الماجستير في العمل الاجتماعي. نائب الرئيس للشؤون الإدارية في الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم MUBS السيدة ساهرة عارف المطاوع تسلمها شهادتها عميدة كلية التربية والعمل الاجتماعي البروفيسورة الدكتورة هدى سليم، تفضلي. ألف مبروك مدام ساهرة، وفخورين بانضمامك لقطاع العمل الاجتماعي. جمانة عبد الكريم دياب، رولا ملحم بودياب، عبير إبراهيم زرقط، علاء غسان أبو ديا، علي أحمد السباعي، ليال بلال علامة، محمود محمد جزيني، والآن مع أسماء الخريجين لمرحلة البكالوريوس في العمل الاجتماعي. آية بشير السردار مع مرتبة الشرف الثانية، رؤى راغب نصر مع مرتبة الشرف الثالثة،
زينب فوزي بوزيد، سالي أديب جعفر مع مرتبة الشرف الثالثة، شيراز فادي أبو درغم مع مرتبة الشرف الثالثة، عبير عبد آغا مع مرتبة الشرف الثالثة، فاطمة عماد محمود مبروك، محمد كامل حمزة، وهبة مروان الغوش مع مرتبة الشرف الثالثة. والآن يقسم الخريجون قسم مهنة العمل الاجتماعي بتلاوة الطالب علي السباعي، تفضل. أقسم بالله ومعتقدي وشرفي أن أحافظ على آداب ومبادئ مهنة الاختصاص في العمل الاجتماعي وأتقيد بقوانينها وأنظمتها وتعاليمها، أحافظ على سرية المهنة وعلى المعلومات التي أحصل عليها ولا أبوح بها إلا إذا أوجب القانون ذلك وبالأطر التي يحددها، أحمي مهنتي وأطبق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء ولا أستغل الممارسة المهنية في المصالح الشخصية، أحترم شرعة حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، أحترم كرامة الإنسان وتأمين الخير العام له، أسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة ومحاربة الفقر والحرمان والتمييز. والآن مع خريجي قسم التربية دبلوم التعليم، تغريد أكرم كيوان، حنان صلاح دعبول، حنين عصام المحتار، حنين عفيف الصيفي، دانييلا كميل زيتوني، ربا طارق عبود، رشا فوزي نور الدين، رولا سمير مكارم، روندا صالح ملاك، ريم وليد صعب، زينة محمد علي الكوش، سارة سياح حواصلي، سميرة جميل شهاب الدين، عبير ماجد جابر، غنوة أنيس أبو رافع، أمر محمد جمال شربجي، ميرا نبيل يزبك، نانسي هشام الأشقر، هبة راغب وهبة، هناء يوسف عريضي، وعد عصام فياض، والآن مع خريجي بكالوريوس التربية أميلي عارف خطار، بتول علي مكي، بسمة أمين فخر الدين، جمانة ياسر أبي علي مرتبة الشرف الثالثة، حنين نضال غريزي،
دانيا علي الحاج، دينا عصام ضافر كسباي، رزان ماهر الحكيم، رشا مالك ضو، رندا عماد موسى، ريا عصام عدنان، ريم حسان غازي، سامية رجا حمزة، سحر غسان عقل، سحر محي الدين الحريري، سحر مزيد شعبان مرتبة الشرف الثانية، سمر حسين الرماح مرتبة الشرف الثالثة، سميرة عدنان البزري، سوزان محمد جهاد برغل، صفاء سليمان قرداب، غنوة ربيع أبو عساف مرتبة الشرف الثانية، غنوة مفيد الزار، فاتن محمد رباح مرعشلي مرتبة الشرف الثانية، لارا جان شرباتي مرتبة الشرف الثالثة، لما خالد أبي المنى، ليال عزة غانم، ليال هشام نويهد، نداء زياد كمال الدين، نسرين زياد ملاعب مرتبة الشرف الثالثة، نسرين يوسف خداج مرتبة الشرف الثالثة، وداد سامي حمزة مرتبة الشرف الثالثة، وعد عادل الشيب، وفاء فريد حمزة مرتبة الشرف الثالثة، يارا حسين حمود، خريجات بكالوريوس التغذية وتنظيم الغذاء أوليفيا هيثم الترك، جوانا سليم الأحمدية مع مرتبة الشرف الثالثة، رولا غسان ملاعب، ساندرا مروان شاهين، كارن سليمان أبو كروم مرتبة الشرف الثانية، مرام صالح يوسف مع مرتبة الشرف الثالثة، مروة سقراط سري الدين مع مرتبة الشرف الثالثة، مرفت فهيم أبو ذياب، نتالي غسان الجوهري مرتبة الشرف الثانية، ندى سمير الأعور هتاف ناظم مكارم، لا بعد روح
والآن مع الدفعة الأولى للحائزين على شهادة بكالوريوس قياس النظر وعلوم البصريات ريم سمير عبد الباقي مرتبة الشرف الثالثة، زهر وليد ذبيان، صالح مهدي بحر العلوم، كارلا أنطوان حداد مرتبة الشرف الثانية، لما ياسر أبو خزام، لورا غازي عجب مرتبة الشرف الثانية، مروة أشرف خالد. والآن مع خريجي بكالوريوس علوم الكمبيوتر جاد رشيد طرباي، لارا أحمد عثمان، محمد عصام الحجار، نادر أنور أبو حمد، نانسي سيمون مطر. هلا وفيك سري الدين مع مرتبة الشرف الثانية، هبة محمد السحلي، النقيب هشام صلاح التبديني مع مرتبة الشرف الثالثة، هند حسن الفطايري، وسام نهاد بوحمدان. نتابع مع خريجي شهادة البكالوريوس في التصميم الجرافيكي أدهم خليل بوغنام، أمين حسين ملاعب، تمارا رجا عيد، جيسيكا سلمان عبد القادر، داليا كمال حميدان، ديانا ناصر عبد الخالق مع مرتبة الشرف الثانية، رشا سعيد المراود مع مرتبة الشرف الثانية، رنا فوزي صعب، رنيم حاتم مصلح، ريبال زياد ملاعب مع مرتبة الشرف الثالثة. سارة سامر الحسنية، سلوى ياسر سعادة، فرح علي قشمر، فرح غسان حيدر، كريستينا سمير اسماعيل، كلوديا عصام أبو الطيف، ليليان رفعت جعفر مع مرتبة الشرف الثالثة، نادية عصام عقل مع مرتبة الشرف الثالثة، محمد سمير عبود مع مرتبة الشرف الثانية، نجاح طلال السيتية، هبة وليد نمر مع مرتبة الشرف الثانية. الآن مع خريجي بكالوريوس إدارة الأعمال أحسان سليم أبو سعد، النقيب أحمد عثمان الميس، أسامة وليد إبراهيم، إلسا جورج أبي عبد الله مع مرتبة الشرف الثالثة، أماني بسام قرداب، إميلي شوكة عزام، إليسا سمير البتلوني،
إحسان عماد حطب مع مرتبة الشرف الثانية. انتصار كريم الصايغ مع مرتبة الشرف الثانية. بسمة زهير البنا. بشرى ناجي زيدان. بيان أكرم غريزي. تيمور زهير غنام. جناح سامي سري الدين. جهاد سلمان زيود. جوزيان جورج كرم. جيزيل مخيل برجيلي مع مرتبة الشرف الثانية. جيهان رفيق غزال مع مرتبة الشرف الثالثة. حسام عارف عسراوي. حليم طلال بركة. دانا نزار يحيى. دانا حسان نصيف. ديما ملحم قنصو. دينا راغد مطر. دينا رياض الحلبي. رامي سمير المحتار. رامي طلال غنام مع مرتبة الشرف الثالثة. رانيا زهير منذر. رائد رمزي فياض. رودينا نزيه طحموش. رشا صبح الأشقر. رواد نزار العريضي. روان خضر شريف. روزانا محمد الغريب. ملازم أول روكوز مفيد مسعد. ريان خالد نصولي. ريان كمال عبد الخالق. ريم حافظ ذبيان. زينة رئيف الكوكاش. سارة عماد الزين. سارة كرم مرسل. سالي نديم أبو سعيد مع مرتبة الشرف الثالثة. ملازم أول سامر وكيم صليبة. ساندرا منير غريزي. سحر عماد ملاعب. سمارة سجيع الصايغ. سوزانا عصام سليقة. سراج سمير عصفور. سيرين كرم مرسل.
شذا عقاب حاتوم. شيرين سليم الغضبان. علي وائل زين الدين. عمر عادل عواد. غسان مرسل التيماني. غنوة محمد ياسين مع مرتبة الشرف الثالثة. غنوة زاهي بودياب. غيثانة وفيق يحيى مع مرتبة الشرف الثانية. فاطمة كمال غلاييني. فرح حسان حمزة. كارمن عصام سليقة. كلارا فؤاد ملاعب. الرائد كميل غطاس يزبك. لارا أنور علامي. لارا فادي شيا. لارا ناجي صالحة. لارا هاني أبو سعيد. لما فادي رضوان مع مرتبة الشرف الثالثة. لميا نبيل حاتوم. لميس نمر الحلبي. لورا صلاح أبو المنى. ليليان جهاد عباس. ليليان حسام لاعب مع مرتبة الشرف الثالثة. ليليان سليمان أبو رسلان. مازن جهاد كيوان. مازن منير زهر الدين. مايا جمال مركيز. محمد حسن شرارة. محمد عيسى الشامي. ميرفت عدنان غيث مع مرتبة الشرف الثالثة. مروة محمد الحكيم. مروة نزيه البنا. مصطفى أنور أمين. مصطفى عدنان حويجي. ملاك عفيف هاني. منال حمزة حمزة. منى نديم رافع. مها غانم العريدي مع مرتبة الشرف الثالثة. مها يوسف غيث مع مرتبة الشرف الثالثة. ميرا إبراهيم أبو خزام. ميسم عامر كوكاش. نادر رؤوف غانم. نادين صلاح البنا.
نسيمة أحمد هوانا. نانسي رياض عجب. نانسي شاهين بوخير. نجم نبيح مادي. نزار سجيع الصايغ. نزار هشام أبو حمدان. نزيه زياد الأمد. نضال سليمان نصار مع مرتبة الشرف الثانية. نور وسيم العريدي مع مرتبة الشرف الثانية. نورة رؤوف الجردي. الرائد نيكولا ميشيل مكنا. هاشم نبيه بو علي. هناء نبيل أيوب. ياسمين نبيل غنام. We ask Ms. Anna Ridge, the Vice Consular at the British Embassy in Beirut, to join us to present the certificates for the British programs with Cardiff Met University. So as we said, we now present the graduates on the common programs with Cardiff Metropolitan University, UK. Will the graduates on the master's program please rise? Inas Rafiq Zainuddin with merit from Cardiff Metropolitan University. Dalia Khattar Daw with merit from Cardiff Metropolitan University. Diana Khattar Daw with merit from Cardiff Metropolitan University. Raed Muhammad Hazazi. Zaina Izzat Abdul Khaliq. Sara Izzat Abdul Khaliq with merit from Cardiff Met University. Sara Waleed Timani with merit from Cardiff Metropolitan University. Shireen Waleed Lbaini. Safi Isam Al Muhtar. Tariq Majid Al Baradi. Asim Abbas Ballut. غسان طلال صبح. فرح كريستينا بسام عثمان with merit from Cardiff Metropolitan University. لارا نعمي رافع with merit from Cardiff Metropolitan University. محمود سعد الدين برجاوي. محمود مصطفى سبيتي. مريم رفيق ترحيني with merit from Cardiff Metropolitan University. هادي معين فرج. We now present the graduates on the undergraduate program, the Bachelors of Arts in Business and Management with Cardiff Metropolitan University. Class of 2017, please rise. Ahmed Fadi Shakir Sultani with merit from Cardiff Metropolitan University مع مرتبة الشرف الأولى من MUBS. Angel Joseph Hatem.
أنس فادي شاكر سلطاني with merit from Cardiff Metropolitan University مع مرتبة الشرف الأولى من MUBS. توفيق مروان الصغير. حسن عماد المقداد. حسين عماد المقداد. خالد معن عبد الصمد. رشا غسان قليلات مع مرتبة الشرف الثالثة من MUBS. ربيع عباس فعور. رواد سليم الصايغ. زاهر عماد حسن. زينب حسين المقداد. سعد بشير منذر with merit from Cardiff Metropolitan University. سلام أنور الصايغ. سلام طاهر سليقة. عفيف عز الدين جبيلي مع مرتبة الشرف الثانية من MUBS. غوى رياض عبد الحق with merit from Cardiff Met University مع مرتبة الشرف الثانية من MUBS. مجد سلمان الصفدي. محمد داوود الطاهر with merit from Cardiff Metropolitan University مع مرتبة الشرف الثانية من MUBS. مكرم شوقي رشيد. نجا نبيل ملاعب. بعد تكريم الطالبات والطلاب بشهادات النجاح والتخرج، الدكتور حاتم علامي يقدم دروع التكريم للدكتور محمد الخولي والدكتور داوود الصايغ ممثل راعي الاحتفال دولة الرئيس الشيخ سعد رفيق الحريري. لأننا كلنا في خندق واحد للدفاع عن الوطن، من موقع العلم والتربية ننضم إلى جيش لبنان، كل لبنان على درب الشرف والتضحية والوفاء. Yeah.
class of 2017, you are officially graduates. You may rise. Congratulations and celebrations. When I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented. But that was in the bad old days before.